من سيفوز غدا؟ كيف تقرأ هذه المباراة خلاص؟ المباراة جدا صعبة، ليست سهلة على الفريق الإسباني، وربما راح تكون مفاجأة والمغرب يفوز. المغرب يفوز. كابتن نعيم، يعني مباراة صعبة للفريقين، لكن بالمعطيات، بضوء المعطيات أنا أعتقد أنه الفريق الإسباني تميل للكفة أكثر من الفريق المغربي. بس مو نسبة كبيرة. مو نسبة كبيرة. يمكن المدرب إيش قال؟ قال دعونا نحلم. أي. والحلم من حقنا أن نحلم. صح. أي. فممكن يتحقق الحلم. جاوبه زلاتكو مدرب الكروات. أي. قال له حلمنا بال2018 وصلنا.